فتحنا ملفات شركة يعني عفوا وزارة النفط من بداية هذه الدورة البرلمانية، وشكلنا لجنة مصغرة للعمل على فقط ملفات وزارة النفط. وجدنا يعني مخالفات كبيرة جدا سواء كان على مستوى شركة النفط الوطنية أو على مستوى تعاقدات وزارة النفط القديمة والحالية في كل محافظات العراق اللي فيها مكامن النفط. فصارت مخاطبات واستدعينا مدير عام العقود. طبعا أنا خل أقول لك فتصيغة أطلقتها على وزارة النفط بأن وزارة النفط عبارة عن الصندوق الأسود اللي بيفه السرية عالية بحيث ما حد ما يطلع عليه. هو الوزير جاوبك بهاي النقطة دا يقولش لأنه هذه خصوصية بلد بأكمله. بس احنا جهة رقابية عليا. يعني اليوم حتى هو عنكم اليوم بعض هو أنا انطيت التزكية حتى يقعد بهذا المنصب، وبالتالي هو خاضع لي أنا أتابع عمله. بعدين أنا ملزمة أمام شعبي وأمام أمام أمام نفسي أن أراقب هذا الوزير. زين إذا كانت الأمور بشفافية عالية فليعلن. لماذا يخشى؟ لماذا يخشى طلع؟ لماذا بالمرحلة الأخيرة بدأ مخاطباتنا يعكسها إلى رئيس الوزراء ويتهرب من الإجابة؟ اليوم إحنا كل وزير مسؤول مسؤولية أمامنا، مسؤولية تنفيذية مباشرة أمامنا إحنا كسلطة تشريعية. ليش يروح يختبئ وراء رئيس الوزراء ويعكس الكتب اللي نرسلها الى رئيس الوزراء مما استدعى هذا ان نطلبه في مجلس النواب؟ طيب هو ده يتحدث عن سوء تفاهم. هو ماذا يتحدث عن تفاهم؟ هو ده يقول سوء تفاهم. هذه تبريرات واهيه. اي هذا احنا شنو اللي عندنا وياه؟ هو الرئيس التنفيذي الاول على وزاره النفط، احنا جهه رقابيه على عقود وزاره النفط. جنابك ذكرتي احد هذه التفصيلات اللي انا اذكرها، وثيقه وصلتني مال المنتوجات النفطيه اللي تعاقدت ويا قارو قيوان، خساره العراق فيها شهريا 14 مليار شهريا. ابو المنتجات النفطيه يقول انت اهملت منتجاتي ورحت تعاقدت ويا شركات مما سببت بخساره لي. وسوينا سؤال برلماني هاي الان بهذه الدوره نعم سويت سؤال برلماني الى وزير النفط، وين الاجابه؟ لحد الان ما وصلتكم. طيب ليش ما شفناكم اجماع برلماني على استجواب او استضافه وزير النفط؟ هذا بحث اخر ست سحر. انت جو البرلماني تعرفي. اليوم الصراحه اقول لك الاستجوابات مالتنا تقريبا وصلت الى الفشل، يعني ما حصل استجوابات بالمستوى المطلوب. ليش؟ لان انت تاسيس مجلس النواب قائم على اساس بس المرحله السابقه كنتوا نشطين بالدوره السابقه طبعا استجوابات وسحب ثقه. هذا يرجع الى مدى تفاعل رئاسه مجلس النواب وهيئتها مع الدور الرقابي لمجلس النواب. يعني اليوم عندنا احنا عده استجوابات على طاوله رئاسه مجلس النواب، يبقى يمها هي تفعل، مو انا اللي احدد استجواب موعد الوزير. طيب ورئاسه البرلمان ليش متعطله بموضوع الاستجوابات؟ يعني انا من وجهة نظري اكو عليها ضغوط حكوميه. نعم بالتاكيد. لا هو من اللي يضغط عليها؟ يعني اليوم انت مثلا احنا حددنا استجواب وزير الماليه واستجواب واستدعاء وزير النفط. ليش البنك المركزي والبنك المركزي استجواب بس ذولا اخر يومين اخر جلسات الاخيره استدعيناهم وما اجى. ليش ما اجوا؟ زين.